مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أيكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. في البداية الرحمة لشهداء اللي سقطوا في بغداد، والشفاء العاجل لجرحانا، والمصيبة احنا يوميا نقعد نترحم وندعي بالشفاء العاجل لجرحانا. الى متى يبقى النزيف العراقي مستمر على يد هذه الميليشيات وهذه القاذورات اللي حكمت العراق من 2003 ولحد يومنا هذا؟ طبعا لو ترجعون بس قبل ما يتنصب بايدن بفيديو أو فيديوين ما أتذكر بالتحديد، من قلت لما راح يستلم جو بايدن راح نرجع إلى نفس الطاس ونفس الحمام والدواعش والتفجيرات، وحدث ما حدث يوم أمس أو اللي صار، وراحت الضحايا وأنتوا تعرفون حضراتكم بأن ذول الإرهابيين كانوا دواعش ولا مواعش. الدواعش معروفين والمواعش معروفين، الجحش المحشي وميليشيات إيران وغيرها. المصيبة ما قاعد العراقيين يتعلمون الدرس، الكارثة بالعراقيين ما قاعد يستوعبون اللي دا يصير بالعراق من كثرة المصايب وكثرة القتلى والشهداء والجرحى والتهجير وكل أفعال المشينة وجرائم الحرب قاعدة تصير يوميا في العراق، وما يسمى بالحكومة العراقية إذن من عجين وإذن من طين مثل ما يقولون. نرجع للسبب الرئيسي ليش هذه الأمور قاعد تحصل، ويقول لك هذه اختراقات وهذه ما أعرف شنو هالكلام الفارغ. أي اختراقات؟ أنتوا عندكم وصل أكثر من 1.5 مليون جندي وشرطي وميليشيات وما تعرف شنو من أنواع مسميها أجهزة أمنية. كل ميليشيا بالعراق عندها جهاز استخباراتي. طبعا الجهاز الاستخباراتي اللي موجود لهذه الميليشيات مو لحماية الوطن أو لحماية الأمن العراقي أو المواطن العراقي، لا، هذه الأجهزة الاستخبارية لهذه الميليشيات دمى بيد قائد الميليشيا والحزب الداعمة وإيصال المعلومات لأمهم المرضعة إيران عن كل صغيرة وكبيرة يحصل بالعراق. نقطة السطر حتى بلكي هذول الناس اللي ما بقى عقل براسهم شوية يفكرون بيها. قلنا لكم على ترامب والشغلة الوحيدة اللي سواها واللي راح يذكر التاريخ بيها بزينب شينة، وهو شوي سليماني والفطيس أبو مهندس. هذول المجرمين القذرين اللي تخلص منهم العالم ومن إجرامهم، صحيح أدنى بعد قتلة وبعد مجرمين، بس أدنى مشكلة اسمها التخاذل والجبن وحب النفس، وأني ما أريد أموت أريد أعيش. يعني أنت ميت من 2003 لليوم، يوميا قاعد تموت، أطفالك قدامك دا يموتون جوعانين عريانين، المهم أما السيد يعيش أو الشيخ يعيش وبعمامة يعيش والمعقل يعيش، وهذا يطلع لك يقول لك أنا أمثل السنة وهذا الكليشة ما أمثل الشيعة، واجتمع مجلس الدواب وقرر القيادات الثلاثة هاي الرئاسة الوزراء معروف شنو هالكلاوات اللي طلعوها عليكم،
أوبر البنج، ويوميا مغيرين ما يسمى برئيس وزراء، ويوميا جايبين لهم واحد، ويوميا حاطين لهم واحد، وكل واحد يجي يعيد نفس الاسطوانة المشروخة، أنا راح أسوي الأمان وأسوي الكهرباء وأسوي المي وأسوي الصحة وكل شيء ما تشوف من عنده. والمصيبة الأكبر، أكبر تعهدات عندهم راح نقضي على الإرهاب، وراح نقضي مثل ما قال الكاظمي على الميليشيات وعلى المعرف شنو هالكلاوات مالتهم. الميليشيات هم اللي جابتك يا مصطفى الكاظمي، والتوافقات بين الميليشيات وقادة ميليشياتها اللي موجودين في مجلس الدواب هم اللي حطتك على الكرسي يا مصطفى الكاظمي. شنو ذنب العراقي يوميا يتفجر ينقتل ينذبح؟ ترى ماكو فرق لا شيعي ولا سنة، هم قاعد يقتلون عراقيين أجمع. وللعلم، وللعلم مثل ما قلت في الشهور السابقة، الحرب الأهلية على الأبواب ما باقي بس شعر بيها، وهذه التفجيرات ما راح توقف ولا راح تتوقف. وانتم مثل ما قلت سابقا ومثل ما حكيت سابقا، كل هذه المصايب اللي سمون نفسهم قادة الأجهزة الأمنية وقائد قادة الجيش، هذول كلهم جوي، مو لأن هم عندهم امتيازات أمنية أو عندهم حس أمني أو عسكري حتى يقودون البلد ويكونون ضد الإرهاب وكل هذا المسميات. هذول جابوهم فلان قيادي بفلان حزب، لازم تعين لي فلان لواء، هو لا لواء ولا أبد، جيبوا شد ألوية وفريق وعميد وجيب كل شيء تحطه على حط على كتفه، المهم يصير. هذا يلزم المخابرات، هذا بالاستخبارات، هذا بالمكافحة الإرهاب، هذا بالمعروف شنو، وكلهم عبارة عن لعابات بيد الميليشيات التابعة لإيران. ولا واحد راح أسمعه ولا أحترمه من يقول لي ميليشيات ماكو بالعراق ولا أكو هيك شيء، وانت قاعد تحكي هم راح تحكي على الشيعة، لا دا نحكي على الشيعة ولا السنة ولا دا نحكي عامة. هذا الغرض وهذا اللي دا يصير بالعراق. اللي دا يصير بالعراق دا يجيبون ناس غصبا على مصطفى الكاظمي وغير مصطفى الكاظمي يتعين. شفت حضراتكم عود قائد القوات العامة للقوات المسلحة ما أدري شنو من أمر بأنه يفصل أو ينقل ضابط هنا وضابط هنا. شفت قادة الميليشيات والأحزاب اللي دعمتهم الشون قمزوا عليه وقاعد يصيحون وعيطون لا ما يصير لازم ترجع. في كل دول العالم قائد العام من يعطي أمر ما يأثر بي فلان حكى أو فلان حكى، هذا دا يدير الدولة. بس من دولة مثل ما يسمى بدولة العراق تدار من قبل إيران وتدار من قبل أمريكا وتدار من قبل بريطانيا وتدار من الخليج وتدار من تركيا، الولاء للعراق إذا ذبحنا نفسنا نقول يعني إذا كفرنا بها 10%، الباقي كلها الذيول. الذيول ما بقى شيء اسمه وفاء أو ولاء للوطن. ليش؟ لأن بعد 2003 كل واحد رجع إلى أصله، انشالت التقية، انشال بعد المستحة، انشال شيء اسمه عيب، انشال شيء اسمه أخلاق، انشال شيء اسمه وطن. الكل قام يفكر شلون يحصل على الدولار، شلون يجيب الدولار، الشمال يحترق، الجنوب الغرب الشرق يحترق، شي لي شغله، المهم عايش اني وصاعد احسن سياره وجايب فلان شيء وبيتي دبل فاليوم وهل يسموها، وكل هذا الكلام لا شيء اسمه وطن ولا بناء ولا ابد. طبعا بالأيام والأسابيع القادمة راح تشوفون، من أقول لكم الحرب الأهلية على الأبواب لازم تعرفوها ليش ومين جتي، ومعلومات هذه طبعا دا تتناقلها
بعض الجهات السياسية الغربية ومراكز بحوث بأنه الحرب الأهلية في العراق على الأبواب، شعرة وتنقطع. الأيام الأسابيع القادمة التفجيرات راح تكون في جنوب ووسط العراق، راح يقول لك هم جو الدواعش وجو كذا، وهم صار لهم كم سنة، هاي 10 سنين ما أدري إيش قد، قتلنا فلان قائد وجينا فلان قائد وقتلنا وما أعرف شنو، وخربنا معسكراتهم ودمرنا معسكراتهم. زين هذول ما يخالف أنت تقدر مثل ما قالوا اجتثاث البعث، أنت تقدر تجتث أي شيء، بس ما تقدر تجتث الفكر. والفكر هذا من ينولد؟ ما ينولد من فراغ، ينولد بسبب ضغوط، بسبب آلام. شلون ما كنا في وقتها معارضة لصدام، لأن كنا نتصور بأنه أكو ظلم وأكو شغلات دا تصير، وفلان ابنه وفلان أخوه وفلان خاله وفلان عمه، وكنا نتصور بأنه نقدر نسوي أحسن. لا، ما سوينا أحسن، ومع الأسف يعني أنا شاركت في هذه الشغلات اللي يسموني عملاء، طبعا يسموني أنا عميل لأمريكا وبريطانيا. أي المهم، فهذول بسبب الظلم أو بسبب تفكيرهم بأنه راح يقدمون أحسن، شفتوا حضراتكم اللي سوت الدواعش في المناطق اللي احتلتها، ممنوع تطلع فلانشي، ربي لحيتك، المرة ما أعرف شنو، والجلد وقصر الرأس وكل هذه الشغلات اللي عفى عليها الزمن من مئات السنوات. رجعونا إلى العصر الحجري، استلمونا الجحش المحشي وجوي، وهم قطوع رؤوس وإذانات وتعذيب وسجون سرية، وما بقى شيء ما سووا. فالدواعش والمواعش نفس الملة، راضعين من نفس الصدر، صدر إيران. مصيبتنا كيف نتخلص من هذولة؟ أولا أكرر كلامي، لحد يتصور أو يتوقع بأنه الغرب وبالتحديد أمريكا، مثل ما تسمعون على الصفحات أمريكا وأمريكا راح تجي وتسوي، أمريكا بعد وصول بايدن بالتحديد إلى رئاسة أمريكا أنسوا شيء اسمه عراق، لأمور كثيرة ومنها هو مؤسس وعراب تقسيم العراق. ثانيا هو أحد طلاب أوباما، أو أوباما كان طالب عنده، بس الاثنين على منهج واحد وهو التوازن في القوى، لا مع هذا ولا مع هذا، من شغله يحترق الشرق الأوسط، إيران تحت الفلان تحت الفلان، من شغله، المهم مصالحنا. وشفتوا 4 عواصم سقطت بيد إيران من تولى أوباما وكان نائبة جو بايدن، وشفتوا وين وصلوا، هسه صار رئيس أمريكا، وليه هسه هذا مؤتمر الصحفي وكل اللي حكاده تابعه من يوم الدخل لليوم، ولا جاب طاري إيران بالنص، لا هو ولا المتحدثة بالبيت الأبيض ولا جاب طاري إيران ولا حل أي مشكلة في إيران، مجرد قالوا يعني جوس راح يشوف التفاعل كيف يكون مع إيران، وإيران قاعد تستهزئ بأمريكا وتقول لهم إذا تريدون السلام فنرجع على الاتفاقية الأولى بدون تغيير، مثل ما سواها ترامب ومسح كل شيء، نرجع على ذاك الاتفاق وإلا نبقى نسوي تخصيب يورانيوم، يعني يجيبون قنبلة نووية. البلد الوحيد اللي راح يوقف وراح يضرب هذا المشروع الإيراني هو إسرائيل، اتفقنا مع إسرائيل أو ما اتفقنا، إسرائيل ما تخلي دولة مثل إيران تمتلك قنبلة ذرية، مستحيل، مستحيل من سابع المستحيلات. هذه الأمور اللي يعرف يقرأ بين السطور ويعرف السياسة الخارجية بالغرب شلون تعمل يعرفها، أما اللي عندنا بالعراق اللي يقعد الصبح ايش قال السيد، ولا تحكي على فلان، هذا خط أحمر، هذا أمك، هذا عرضك، هذا ما أعرف شنو، ومقضيها على الفيسبوك، مقضيها على اليوتيوب، على الفيسبوك،
يسحبون على بنات، هذا اللي خلوا الشعب العراقي يلتهي بهذه الأمور حتى ما يفكر شلون يتخلص من الأزمة مالته، ما يتخلص من العصابات اللي حاكمة بالعراق. اللي يتصور أمريكا راح تتدخل في العراق، أمريكا قالت في أكثر محافلها احنا حررناكم، ما لنا شغل بيكم بعد. يعني بعد أكثر من هذا الكلام اللي نطقوه أكثر المسؤولين الأمريكان، احنا حررنا، يسموه تحرير، يعني خراب البلد وخراب الدولة العراقية اللي انبنت من آلاف السنوات وتاريخ كله مسحوه وشطبوه، يقول لك احنا جينا حررناكم، احنا ما كنا بلد محتل حتى تجون تحررونا. من تجي أمريكا، دولة مثل أمريكا، وتعين الحرامية، هذا ما إجا من فراغ، هذا طوله سنوات بي من عهد كلينتون وحجز أموال العراق، وكان طلع من عندها 99 مليون دولار ووزعها على حاشية ودواب أحمد الشلبي اللي استلم هذه المبالغ وطى الفليسات الصغيرة لفلان وعلان حتى يطبلوا له ويهرجوا له على بهم أحزاب وأحزاب كذا، اللي طف واحد نص مليون ربع مليون، وقال لك أنا معارضة وأنا زعيم حزب ولازم يعني تدعمني. فمن ذاك الوقت هذول وقعوا على تسليم العراق، مو يعني كالعراق كبلد، ثروات العراق إلى أمريكا، لأن أمريكا ما تجيب جيوش وتجيب فلان وتجيب علان على مود والله تحرر شعب غالبيته متخلف، غالبيته عشائري وثارات ودم، وما تقدر تحكي وياه، ما عنده شيء اسمه نقاش أو شيء اسمه حضاري نقعد نتفاهم، ماكو هذا حكي. راح جاب عشيرته وجت التواسي وجت الرشاشات واشتغلت. فيقول لك يجي الشعب أنا شنو شغلة بي، أنا أريد اللي تحت الأرض في باطن الأرض، هذه الثروات حرامات، هيك ناس همج عندهم هذه الثروات، احنا بلاد متطورة يسمونا كفار، اي احنا كفار، انتو جماعة المقاولة والمماتة انتو تسموهم كفار، بس تليفوناتكم آيفون ودولة سامسونج، هذه الدول اللي الكافرة اللي اعطتكم هذه التكنولوجيا وهذه الصواريخ اللي قاعد تستخدمون غالبيتها الكفار صانعيها. فالمهم اللي يتصور أمريكا راح تيجي مرة ثانية تتدخل بالعراق فهذا غبي، وكل من يقول لك أمريكا جو بايدن ورا جو بايدن أبو بايدن ما راح تتدخل، لأن غلطة 2003 ما راح تتكرر، وأمريكا ما راح تبعث جنود مرة ثانية إلى العراق لو تقوم القيامة. هسه هم قاعد يسحبون جنودهم، راح يفرغوا للعراق من الجنود ويفرغوا بعد، ما يريدوا. ليش؟ لأن النفط اللي دا يردوا دا ياخذوا غصبا عليهم، مثل ما قلنا التعهد اللي كتبته المعارضة من أحمد الشلبي إلى مسعود برزاني إلى المنبوش جلال طلباني و بأنه أمريكا تأخذ النفط إذا صار بألف دولار البرميل، تبقى أمريكا تأخذه بدولارين وخمسين سنت. يعني شوفوا الدنيا تحترق، أمريكا تأخذه بدولارين وخمسين سنت، وأكو بواخرهم قاعد تحمل وتطلع وتوصل وتروح، وما حد يعرف الفلوس وين دا تروح، الأموال هذه وين دا تروح، من دا يستلم، من دا يوزع، ما حد يعرف. وقلنا لكم العراق فلس، والعراق مطلوب بعد 50 سنة لي قدام، يعني الطفل هسه ينولد فد 20,000 دولار مطلوب بعده، بس استوى جاي يقول بسم الله أنا عراقي. فيا أخواني ويا أخواتي، للأسف أقول بأنه نبح صوتنا، صار لنا سنوات نحكي، وكل ما نحاول نغير شيء، أما التسقيط أما السب أما الشتم
أما نصاب أما حرامي أنت دا تبني ما أعرف شنو، وكلهم مزعطة أو ذيول أو مطبلين أو كذا. وبالمناسبة قبل ما أنسى، بعض الأخوة وواحد من عندهم أخونا هزاع بالأدمنية قالوا لي دا يقولون بأنه لطيف يحيى مسوي مركز تسوق يبيع الباسات ويبيع ما أدري شنو فانيلات وقلاصات على اليوتيوب. أولا حتى أشرح لكم تعرفون هذا اللينك اللي موجود أو الرابط اللي موجود تحت أي فيديو يطلع، وده تشوفون قلاصات وتشوفون تيشيرتات. هذه أولا هذا مو موقع لطيف يحيى ولا موقع تسوق مال لطيف يحيى. هذا اليوتيوب اللينك مالته هذا يسموه بارتنر وذ يوتيوب، يعني شريك اليوتيوب. شنو شريك اليوتيوب؟ من تكون قناتك عبرت 100,000 يعني مشترك بيها، هذه الشركة اللي هي تابعة أو بارتنر يعني شراكة مع اليوتيوب تشوف قناتك نظيفة، يعني ما بيها لا سترايك ولا بيها هاي الشغلات، يدزوا لك رابط يقولوا لك احنا يعني شراكة مع اليوتيوب. بسبب عبورك 100,000 مشترك في قناتك، وإذا المشتركين مالتك يرغبون مثلا ناس تريد تشتري جلاس عليه اللوجو مال قناتك أو عليه صورة أنت مثلا مسويها أو أنت مسوي لك ديزاين أو أي شيء أنت عندك تريد تحطه على تي شيرت، تحطه على جلاس، تحطه على معروف وين، احنا نفتح لك حساب مع اليوتيوب، شراكة مع اليوتيوب، وانت تحط الديزاين مالك على التي شيرت على الجلاس على كل شيء، واحنا نصنع لك اياه، احنا ندزه بالبريد، واحنا كل شيء احنا ناخذ 70 وما ادري ايش قد 75% والباقي بعد قطع الضرائب يصير لك. فهذا اللي هو المحتوى اللي دا تشوفوه جوا، اللي قاعده ويقول اللطيف يحيى المحامي وما اعرف شنو دا يبيع الباسات وما يبالش. فهذول الناس الفارغين اللي شبعنا منهم وما عندهم غير التسقيط وهذه الشغلات، مرد عليهم مثل ما قلنا بالفيديو السابق، بعد مرد عليهم ولا نقعد ننحشش عليهم ولا أبد ولا أن شغل. راح نخلي تركيزنا على عملنا اللي دا نقدر نسويه، على شغلنا. وحتى أخوة سألوني ومن ضمنهم ستار اللي هو مشرف على هذه القناة وابنه، قالوا لي أبو عمر أي قناة من تعبر 100,000 يبعثوا لك هذا الدرع ما أدري شنو، يعني تفتخر به مثل ذاك واحد خطيئة قاعد فدم كيف به. فأنت عبرت أكثر من 300,000، ليش ما يعني بس توافق على اللينك؟ قلت له بابا أنا هنا مدى أجمع ودا أفتخر ودا أسوي زين، أنا أخذ درع أحطه هنا، لا والله هاي صورة أولادي هنا تسوى أبو الدرع وتسوى أبو كل هذول اللي قاعد يزامطون ويحشون. لا أريد درع ولا دا أجمع مشاهدات، اللي يريد يشترك أهلا وسهلا، اللي يريد يسمع حكينا أهلا وسهلا، واللي عارضنا هم أهلا وسهلا، بس بأدب. عندك شيء معايا اقعد هنا بكل أدب ناقش ورد عليك، بس تقعد تفشر وتغلط لا أدوسك باللي برجلي. وتصور الأدمنية الأبطال اللي موجودين بالقناة هنا ما مقصرين، دايسين على راسهم بكل الذيول من كل الأنواع. والسعوديين أهلنا وأخواننا وأحبتنا والخليجيين عامة. أنا مدى أتكلم عليكم كشعب ولا دا أتكلم عليكم سووا اللي تسووه وما حد متدخل في شؤونكم وما لنا شغل، بس أنا دا أتكلم من أتكلم على ولاة أمركم، أكو شي بيناتنا سياسي، مو كرها بمحمد بن سلمان أو الملك سلمان، لا قسما بالله ما عندي كره لهم،
يجوز عتب، يجوز شغلة سياسية دن نصحهم دن نقول لهم، والعتب بين الأخوة بين الأشقاء بين ما عندنا شيء، بس دن نقول لهم يا أخوان يا أهلنا في السعودية وبالتحديد يا ولاة الأمر في السعودية أو حكام السعودية، أنتوا دا تمشون في غلط، أنتوا قاعد تقوون شوكة الميليشيات بالعراق بفتحكم سفارة بفتحكم قنصلية بدعمكم المادي، كل ما تسقط هذه الحكومة أو آيلة للسقوط تجون تدعموها، أما بمليارات بحجة الدين تقارب الأديان مشاريع، كل الميليشيات وقادتها استقبلتوهم وموجودة. بس لطيف ما يجيب من جيب على اليوتيوب قول استقبل محمد بن سلمان مقتدى السطل، ومحمد بن سلمان يعرف كل ميليشيات العراق طلعت من جوا عباءة مقتدى السطل. أنت يا محمد بن سلمان يا ابن الملك يا تربية الملوك، يعني ما خجلت من نفسك من حطيت إيدك بإيد واحد يعني ملطخ إلى رأسه بالدماء اللي أنشأ الميليشيات في العراق حتى يقتلون أخوانك في العراق؟ ما احنا ما نقول جار مع الجار، وانتو تسمونه يا السعوديين يا الحكومة اخواننا العراقيين، نبقى اخوة. محمد بن سلمان يروح، صدام حسين راح، لطيف يحيى راح، ان احنا جيرانكم وانتو جيراننا، لا انتو راح يشيلوكم ويحولوكم بغير دولة ولا يشيلونا غير، بس ده نتعاتب ده نحشي دا نقول لكم أنتوا يا ناس دعمتوا ميليشيات وقاعد تدعمون هذه الميليشيات، ودعمتوا ما يسمى بالمعارضة العراقية وتعرفوهم هذولا كانوا مدعومين إيرانيا، يعني كفرنا طلعونا الذيول، أمك أختك أنا عبالي بس ذولاك يسبون، طلعوا لا ذولاك هم بعد أنقس، وانت مع الاسف كنا نستمع لك عبالنا عنده غيره، ليش هو يا الغيره؟ يعني هسه انا واحد الاخوه او الخوات اللي موجودين بالقناه في اتصال هاتفي صار عتب بيناتنا، هل هذا يعني بانه اكره او اكره الاخ والاخت؟ لا، بين الاخوه بين العائله الوحده يصير عتب يصير عراك، بس بعدين نتفاهم ونوصل إلى طريق واحد. من دا نقول لكم يا السعودية يا حكام السعودية نترجاكم لا تدعمون هذه الميليشيات، احنا ما دا نطالبكم نقول لكم قطعوا علاقاتكم معانا ومريدكم ما ادري شنو، وانتو دزيتوا دواعش مثل ما هم يطبلوا نفسهم اللي انتو استقبلتوهم بحفاوة وحملتوهم بملايين، ما نقول دولارات لأن مقتدى الصدر قال كل هاي الصناديق بيها بخور يمكن راح يبخر الكرة الأرضية، بدنا نعاتبكم والعتب بين الأخوة والأشقاء ما بيها شيء. دول عظيمة هذه أمريكا وألمانيا كانت حرب دامية بيناتهم، أقوى علاقات بيناتهم، ولحد الآن أكو قاعدة أمريكية موجودة في ألمانيا، ما تعتبر بأنه ألمانيا ما عدا سيادة لأن قاعدة أمريكية بيها، هذا سياسة دول وتعاون دول. فبالنهاية يا أخواننا بالسعودية هسه راح يطلع لك واحد ها والله دا يتوسل بيهم، أنا ما أتوسل والله ما أطخ راس إلا اللي ركبها، اللي ركب هذا الراس رب العالمين اللي خلقني يلا أتنحى له، بس احنا دا نحكي معاكم كأخوة، ان قبلت اخوتنا اهلا وسهلا بكم، ما قبلت اخوتنا هم اهلا وسهلا بكم، بس شفونا شركم، ما نريد تجون تدعمون الميليشيات والقتلة باسم الاخوة. اللهم يحفظ العراق والسعودية وكل دول الخليج وكل محب للعراق، والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، ويا ثوار العراق ثوروا السلمية بعد ما تفيد. تحياتي للجميع.